السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم بإذن الله تعالى غندير لكم المسمن. سبق ودرت لكم بطريقة أخرى، اليوم درت لكم طريقة جديدة وحصرية جدا. هذه من قناة لاكي، جربتها نجحت معايا عجبتهم في الدار، كنت نعطيها لخواتاتي كاع بكل حذافيرها وبكل أسرار نجاحها. أخواتي الوصفة تاع اليوم ماشي كما الوصفة تاع المسمن، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. وإذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة نتمنى لكم الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، أكيد تفعيل الجرس ليصلكم جديد الوصفات. وطلب أخير، إذا عجبتكم وصفة اليوم بارتجوها مع أحبابكم وصحاباتكم لتعامل فائدة على جميع الأخوات، ونقول لكم مشاهدة طيبة. نبدأ بسم الله على بركة الله أخواتي في المقادير. عندي 500 غرام من السميد الرقيق أو الناعم جدا اللي هو الفان، هنا غربلته. 500 غرام من الفارينة أو دقيق الأبيض، نوعية جيدة. هنا يعني ندو العبر اللي ندو منها السميد الرقيق ولا الناعم، ندو منها الدقيق الأبيض اللي هو الفارينة. ملعقة كبيرة من السكر العادي أو السكر الحبيبات أو السكر الخشن، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. وعندنا مكون جديد اليوم في المسمن تاعنا اللي هي زبدة التوريق. عندي ملعقتين كبيرتين مذابتين من زبدة التوريق، عندي الملح أكيد، وعندي الماء دافئ لجمع العجين. نبدأ على بركة الله في الوصفة تاعي. بسم الله، هنا نضع كل المكونات، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات عفوا ومن السكر ملعقة كبيرة. نخلط كل شيء مع بعض، نخلط السميد مع الفارينة بشكل جيد. هنا نحط الملح، ملح هنا حوالي ملعقة كبيرة كما راكم تشوفوا. هنا أخواتي سألتوني على زبدة التوريق اللي نستعملها فيما يخص الكريوج أو اللي نخدم بها أنايا، هي لاباريزيان أو الباريسية تاع سيفيتال. هنا متوفرة في وهران ونخدمو بها بزاف. هنا أخواتي نديرو حفرة في الوسط ونحطو كمية الزبدة المذابة من زبدة التوريق. نفس الشيء نجيبو الماء يكون دافي، وهنا الماء غادي نخدمو به حتى لتولي العجينة رخوة. بسم الله، هنا الماء ما نجمش نقولكم ولا ما نقدرش نقولكم كمية الماء المطلوبة، كل وحدة والسميد، نوعية السميد لا يشرب ولا ما يشربش، نوعية الفارينة عفوا. نضيف الماء بشويه بشويه حتى تولي لي عجينه طريه. هنا العجينه ما تقولكش تكون لي قاصحه وعاصيه، راك تكون طريه، راك تكون مرخيه بزاف. هنا ندركوها واحد 5 دقائق فقط باش ندخلو هذاك الماء بطريقه جيده وديك الزبده تتجانس لغايه في العجينه تاعي. راكم تشوفوا العجينه كتكون مطوه، شوفوا انا نجمع فيها غير بيد واحده. اخواتي بعد لي عجنتها بطريقه خفيفه وما كثرتلهاش الدليك، ما بقى 5 دقائق يعني اقل من 5 دقائق. الان راح نجيب بلاستيك غذائي يكون نقي طبعا، ونحط فيه العجينه تاعي نبلع عليه، نبلع على عجينتي هاهي. شوفو هنا نخلولها شوية لوسع كما راكم تشوفو، خلوها هنا قد ما خليتوها قد ما غادي يجيكم مسمن شباب. تخلوها ساعة ما عليها والو، تخلوها ساعتين ما عليها والو، تخلوها 3 سوايع ما عليها والو، يعني قد ما خلينا العجينة تريح مادامه العجين يجيكم يتكسل غاية وما يغبنكمش في الخدمة تاعها. أخواتي أنا درتها غادي نخليها تريح مدة من الزمن ونولي لكم بإذن الله تعالى. اخواتي بعد ما مرت عليا ساعه، هنايا ها هو العجين تاعي كما راكم تشوفوا، نحله من القرعه من الساشي. ها هو اخواتي العجين تاعي، شوفوا هنايا تكلي عجنته بطريقه جيده. هذيك البورصه ولا هذاك الساشي تاع او الكيس البلاستيكي هو اللي دار لي عمليه الدلك كي غلقت عليه وخليته. الان اخواتي غادي نحط يدي في الزيت، جبت هنا مقدار من الزيت، نغمس يدي، نبدا نشكلو في الكويرات
وهنا على جانب في الصينيه نحطوا فيها شويه تاع الزيت ندهنوها كما رانا متعودين نديروا في المسمن وفي الركاب هاد العجائن كيما هكا. طهنا على جهه نبدا نشكل في الكوريه تاعي. بسم الله كل وحده تدي الكره على حسب ما تبغي، بغات كبيره بغات صغيره، ديرها متوسطه الحجم. ها هي اخواتي حطوها هنا في الصينيه. اخواتي نديرو كملت تحبيبه تاع المسمن تاعي كيما راكم تشوفوا. غادي ندير لهم غير شويه هنايا من الفوق شويه تاع الزيت غير طليه خفيفه باش ما يديروش هذيك القشره، مع العلم ان عفوا ان غادي نغطوهم ببلاستيك غذائي اخر او بابي فيل هكا باش ما نديرولناش هذوك الطبقه. فالان اخواتي غادي ندخلها بلاستيك غذائي. ها هو اخواتي راني غطيتها الان، غادي نخليها 10 دقائق ربع ساعه ما بين تحمل التراده ولا الطاجين اللي غادي نحطو فيه، ونرجع لكم باذن الله شكله مع بعض. بعد مرور 10 دقائق اخواتي غادي هنايا نحضروا الزيت، كميه من الزيت، وهنا السميد متوسط، سميد متوسط هنا باش يجيني الحرش من الداخل هذا المسمن تاعنا. نبداو على بركه الله في تشكيل اول حبه. بسم الله هنا اخواتي نجيبوا حبه مسمن نحطوه هنايا في الزيت المكان اللي بغينا نحلو به، نحلو فيه عفوا، نحلو حبه المسمن. اليوم غادي نوريكم طريقه سهله باش تحلو بها المسمن تاعكم، تقدروا كاع ديروها، رشوا فوقها الزيت هنا بزوج يدين كيما هكا، نستعين باليد اليمنى واليسرى ونحلوه كل الجوانب. وهنا يخصكم تربوا الحواف، الحافه راك تكون رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. نجبدو هنايا كاع لا تقطع لكم، معليش انا غادي نغلقو عليه، نمشو توجور بالزيت، نستعين بالزيت باش نحلو الورقه تاعنا، نحلو كاع الحواف. قلت لكم الحافه اللي قد تكون رقيقه بزاف، حتى يبقى لكم سطح العمل باين. هنا اخواتي بعد اللي درت حليتها نرشو شويه السميد المتوسط، والان نجو نلووها. كي غادي نلووها هنايا نديروها على ثلاثه. بسم الله الاولى ماشي كيما المسمنه اللي نبلعوها ديريكتومون، ها هي الاولى، ونزيدو هنايا الثانيه بلية الثانيه، هنا معليش لا كانت رقيقه عفوا ما كانت ماشي عريضه، دونك كلشي نعاودو نسقموها، نعاودو نرجعو ليها هذه الثانيه التاليه، نحاولو نجيبوها حتى لهنا هكا باش نديرو الفيطاج بزاف بهذا الشكل. نرشو شويه تاع الزيت غير شويه، وهنا ثاني واحده اثنين والثالثه. نتمنى تكونوا فهمتوني شادرت، راكم تشوفوا بلي الحبه تاع المسمن هنا راهي غليظه. نجيبو غير شويه تاع الزيت راني ندير غير في اطراف الاصابع، نبدو نضغطو عليها حتى ترجع حبه كبيره، باش كانت صغيره هذه مبدئيا راكم تشوفوا. غادي نخليها من على جهه نحطها ترتاح، ودوك نوريكم كيفاش نطيبوها. اخواتي اللي بعد اللي خليتها ترتاح مده 5 دقائق ولا، الان غادي نرش عليها فتيته تاع الزيت نحلوها بهذا الشكل، ما نحلوهاش بزاف صايب. راكم تشوفوا هنا البيسار تاعها ولا السمك تاعها. الان غادي نرفدها ونحطها في الطاجين اللي غادي نطيب فيه بهذا الشكل. اخواتي الطاجين تاعي ها هو فوق النار، نرش فيه شويه تاع الزيت ماشي بزاف بضع قطرات، نحطو فيه حبه مسمن وخلوها طيب على نار متوسطه. راكم تشوفوا اخواتي هذه الفقاعات اللي دير فيهم، ها هي ما تلفتليش طيب بزاف، هي يا ربي 3 دقائق حتى 5 دقائق الا كانت النار ناقصه بزاف. ها هي اخواتي طابت حبه المسمن الاولى، الان غادي نواصل معكم حبه الثانيه بنفس الكيفيه، نعاودو مرة أخرى حبة ثانية مع بعض.
اخواتي المسمن تاعنا ها هو وجد في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله عجبتكم وصفه اليوم وكانت خفيفه عليكم. نتمنى من قلبي جدا انكم تجربوا هذه الوصفه وتستمتعوا بها. نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.